انا اللي مش هقبل ان الست دي يستمر في حياه بابا. انا مش عارفه اعمل ايه. في ايه ممكن يتعمل انا ما عملتوش؟ انا اللي هتحرك، انا اللي لازم ابدا المره دي. هتعملي ايه؟ اهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. هي موجودة مش كده؟ لا بصراحة هي مش موجودة، هي نزلت وسط البلد. نزلت وسط البلد؟ ايوه سعادتك، ويمكن قابلتك على الطريق هنا. طب هي هتتأخر؟ هي ما بتنزل وسط البلد بتتأخر بصراحة. طب سعادتك انت عايزاها في حاجة نقولها لها لما تيجي؟ لا ميرسي. اتفضل يا أستاذ. ايه ده يا ست هانم؟ احنا مش متفقين على المشوار ده رايحين جايين؟ لا اصل انا هستنى شويه. طب ما انا هرجع فاضي. اتفضل يا استاذ. طب يا فندم متشكرين قوي. تسمح لي استناها هنا؟ مستنيها هنا يا فندم ازاي؟ ودي تيجي اتفضلي جوه سيادتك في الهول والشغاله هتعمل معاك الواجب. اتفضلي يا فندم. كانش لازم تيجي يا أمينة، كل شيء بيننا انتهى. انت لازم تفهمي كده لوحدك من غير ما اقولك. افهم ايه وازاي؟ انا قعدت مستنياك من يوم النيابه عشان تكلمني وما اتكلمتنيش ليه؟ لانه خلاص ما بقاش ينفع. انت مستني لما خليل بيومي يموت عشان تقولي ما ينفعش؟ انا مصدقت ان انا خلصت منه. انا اصلي ما تخيلتش انه هيموت. ليه؟ علشان ما تبقيش ارمله خليل بيومي. ما انا كنت ارملة خليل بيومي في النيابة، ومع ذلك انت قلت ان عمرك ما هتستغنى عني، ايه اللي حصل؟ ما كنتيش لسه بقيتي ورثته. دلوقتي بقيتي مليونيرة. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بقول ما ينفعش ابقى زوج ارملة خليل بيومي المليونيرة. انا مش عارف ازاي الحكاية دي فاتتك. المفروض انك انت حافظاني كويس. لاني طول عمري قدام الكتاب مفتوح. انت عمرك ما كنت كتاب مفتوح. انا اللي قريت النهاية. لكن ما صدقتهاش، ما استوعبتهاش. أميرة، أنت بعتي نفسك بتمن غالي قوي علشاني. متهيألي ما عندكيش استعداد تتنازلي عنه دلوقتي. أنت تساوي أكتر من كده بكتير. بس أنا كده طالعة خسرانة ولغة التجار. طب مفيش داعي بقى نخسر إحنا الاتنين. بتبقى مصيبة لو الواحد لقى نفسه فجأة قاعد مطرح خليل بيومي. على كل حال يا أميرة، لو احتجتي أي حاجة مني أنا برضو تحت أمرك. دي أكتر لحظة أنا محتاجة لك فيها، ومع كده مش لاقياك جاي. باي باي يا أميرة. جاهز يا صديق؟ يلا يا أستاذ أنا جاهز. طب البس لك حاجة تقيلة، جاكيت ولا سويتر تقيل؟ الدنيا بتبرد بالليل. هو إحنا ناويين نتأخر زي المرة اللي فاتت؟ هندور عليه لحد ما نلاقيه يا صديق. انا مش عايز ابوك يرجع يلاقينا لسه بندور، او يلاقي اخوك تايه بين الشواهد والقبور. بصراحه انا حاسس لا في فلوس ولا شنطه ولا حتى ذهب. يعني ايه اخوك كان بيكذب؟ انا ما قصدتش كده. امال اللي حصل ده كله ايه يا صديق؟ الناس بتحلم. مش جايز حد شاف لوسطه ملعن بيدفنه ام سرقه. وجايز اخوك كان عقله تايه، دفنه ونسي هو دفنه فين. يلا يا صديق البس حاجه وكفايه احباط. الله 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 الله. ده الاستاذ يوسف اهو راح يدور على الكنز اللي دفنوا منعم في العرافه. ايه ده هو لسه بيدور؟ طب هيعمل ايه؟ يجيني يا استاذ يوسف. استاذ يوسف وانت عايزه يجي لك ليه؟ هو انت اللي هتدور يا شيخ طه؟ اسكت يا شرابي انا عارف اعمل ايه. استاذ يوسف. ايوه يا شيخ طه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل اقعد. لا معلش يا شيخ طه، اصل انا لازم. لازم ايه؟ لازم تنبش على الميتين. وانا هعمل ايه غير كده يا شيخ طه؟ ده شرفنا. تجيني شوف انا هفتح لك المندل. ايه تفتح لي المندل؟ يعني ايه؟ يعني هعرف لك مين اللي خد. ايه انت تعرف مين اللي خده ازاي؟ زي الناس ما كلها ما بتعرف يا عباده. لا يا شيخ طه ما تمسمسش. انا عارف ان الود ودك عايزه ليل ونهار ينبش في امور الميتين لغايه ما يلاقيه. هو انت يا شيخ طه شايف ان في حد خد الفلوس والذهب؟ يعني انا مش شايف. المندل هو اللي هيشوف ومش هيكذب.
معلش يا شيخ طه، انا اصلي مش مقتنع بحكايه المندل دي. صح، عندك حق يا استاذ يوسف. وانت شحشرك انت يا عباده. اسمع يا استاذ يوسف، انا عارف انك مش مقتنع، جرب وانت هتقتنع. مش هيجرى حاجه يا استاذ يوسف. لا لا هيجرى. الله، هيجرى طبعا يا ناس. هيجرى ايه يا عباده؟ ما مصحش طبعا الاستاذ يوسف يبقى راجل متعلم وبعدين يقول هفتح المندل وهشوف الغيب. الله يا ناس، حرام، ده بيعلم الغيب غير ربنا. عندك حق يا معلم عباده، عندك حق. قسم حقه، يعني هو اللي مؤمن واحنا فسقه؟ ده مش فسق يا شيخ طه، ده اسمه جهل. طب انا بقى هشوف بنفسي وهكشف لك وهقول لك. الله، مالك اهو، بلاش جهل. انا هكشف بنفسي وهشوف وهتعرف مين فينا الجاهل يا عباد. انا متشكر ليك قوي يا شيخ طه، بس الحقيقه انا ما اقدرش ابقى بدرس لاولاد في الجامعه واقول لهم انا هفتح المندل. هفتحه انا. ومال، افتحه انت على مهلك بقى. يلا بينا يا صديق. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. هفتحه انا بقى بالعند في عباد العقاد. يا اخي جاك فتح دماغك يا اخي. الله 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 الله، هو مال عباده محمود كده ليه؟ يكونش هو اللي لقاه؟ ما كانش ده بقى حاله، يلف بمرواز طول عمره. يا احمد، يا احمد، يا ابني يا احمد. اهلا يا بابا. احمد مش هنا. الله، ما راح فين يا ابني؟ خرج. امتى؟ من بعد المغرب. الله، مالكش راح فين؟ ما اعرفش يا بابا. ما تعرفش ازاي بس؟ الله، امال مين اللي يعرف؟ ماليش هو رايح فين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معلش يا حماده يا ابني، ما انت يا ابو حميد بقى كان لازم تساله وتقوله رايح فين، ما تسيبنيش لوحدي. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خالي فوق يا عم ربيع؟ لا يا ابني، ما هوش فوق. طب ممكن تديني مفتاح الاوضه اقعد فيها على ما يجي؟ معلش يا ابني، اصل خالك مش راجع هنا تاني. مش راجع تاني ليه؟ عزل. عزل ازاي؟ ساب اللوكانتا وانا وصلت لحد ما ركبته كمان. راح فين يا عم ربيع؟ رجع بيته تاني، ربنا هداه ورجع الزمالك. خد كل حاجته معاه؟ قصدي خد الشنطة بتاعته؟ ايوه، وانا اللي سلت الشنطة لحد ما كسرت دلوعي. يا دلوعي. طب شكرا، قصدي سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا جدتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابني. اتفضل يا حبيبي. خلي فهمي فين؟ ايه؟ انت جاي تسأل على خالك فهمي وبس ولا ايه يا احمد؟ هو هنا؟ هو في ايه يا ابني؟ بسأل على خالي. اصلا انا رحت له اللوكاندا قالوا لي مشي ورجع الزمالك تاني. عشان كده جاي تطمن عليه؟ لازم يا جدتي، لازم اطمن. فيك الخير يا ابني، هو موجود هنا في اوضتكم، خش له. زي. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، تحياتي لله. احمد ابني. ايوه فوزيه، احمد ابنك. فين يما؟ تحت عند خالو فهمي، جه يشوفه لما راح سال عليه وما لقاهوش هناك. من امتى يما؟ لسه واصل دلوقتي. بقول لك ايه يا فوزي، خدي ابنك يا حبيبتي بالمحايله والمسايسه كده، خليه يحس يا ضنايا ان له قلب ام يود عليه واخوه، احسن بالطريقه دي هينسوكوا العمر كله يا فوزي. حول الله يا ربي، ما انت شايفه اهو ياما جاي الخاله عشان يزوره ويشوفه، حتى ما سالش على امه. يلا الم شعري واحط حاجه عليه بدل ما يضير وشه. يا رب يا قوي. أنا كنت جايلك يا أحمد عشان أقول لك إن رجعت عايش تاني هنا في الزمالك، وإن الشنطة معايا في الحفظ والصون. طب كنت تديني خبر قبل ما تيجي، كنت جيت خدتها منك وريحتك من شيلها. حصل خير يا حبيبي، على العموم الشنطة قدامك زي ما هي، وبلغ صاحبك إن مفيش إيد لمستها. ها، أما أحمد، بقول لك إيه؟ استناني هنا خمسة، أنا جايلك على طول عشان نمشي سوا. تيجي معايا فين يا خالي؟ بيني وبينك انا ليا مزاج النهارده اسهر على القهوه في الميدان، واصلي الفجر حاضر ان شاء الله في الحسين. مدد يا حسين، مدد.
احمد مشي فهمي؟ لسه فوزية. هنمشي سوا نبقى. امال هو فين؟ في الاوضه. بيعمل ايه؟ مستنيني يا فوزية عشان نمشي سوا. انا وهو قلتلك. شنطة ايه؟ شنطة فلوس الذهب. جايبها لي يا حبيبي. مش مالك؟ مدمن. مين؟ انا قلتلك من يومها. قول جايبها ليه؟ جايبها ليه؟ حرام عليك يا حبيبي. من قلت عقلك رد لك وصعبت عليك؟ ابقى عاصي ومجنون لو ردتها لك. ليه؟ ليه؟ ده حقي، حق امك وشقاها وتعبها. حرام عليك يا احمد. مش حاسبها، مش حاسبها لو طلعت روحي. حرام عليك يا احمد. سيب، سيب الشرطه يا احمد. سيب. مش حقك. لو كان حقك كان ربنا رجعهولك. احمد، احمد استنى يا حبيبي. احمد، احمد حرام عليك يا ابني، حرام عليك. بسم الله، بسم الله عليك يا اختي. قومي. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا فوزية بتجري ورا ابنك بكل طفح كده ليه؟ فيه ايه؟ مشي يا امه، بهدلني ومشي. خد كل حاجه. خد ايه يا فوزية؟ ولا حاجه يا امه، ولا حاجه. يا بنتي انت عايزه تمسكي في ابنك وتقعديه بالعافيه؟ ما انا قلتلك يا فوزية كلميه يا بنتي كلمتين حنينين وبالهداوه. بالهداوه يا فوزية. غلط، غلبت يا اما كلام، غلبت امداديه وحنيه، غلبت. طب هو جرى ايه بس يا فوزية؟ ده انا متفق معايا استناني عشان نمشي سوا. ايه بس اللي حصل؟ حصلش حاجه، حصلش حاجه. محدش يسالني ايه اللي حصل، محدش يسالني ايه اللي حصل. اعملوا معروف، اعملوا معروف. السلام عليكم. السلام عليكم يا عم ربيع. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا يا ابني. ايه السانتا ايه؟ هي تقيلة السانتا بنت الايه دي، بس انا جامد. لا سيبها. ما تخافش انا جامد قوي. يا اخي قلتلك سيبها. انا عايز اجر الاوضة اللي كان واخدها خالي يا عم ربيع. خالك؟ خالك مين يا ابني؟ فهم فراويلة. معلش يا ابني العتب على النظر. لا العتب علي انا يا عم ربيع، انا اللي جيت متأخر. هو انت جاي تاخد الاوضة ليك؟ والخالي اصله بيستريح هنا جنب الحسين وانا مش عايزه يتضايق. تبقى انت بقى جاي تاخد له الاوضة. والاجرة مقدم. اتفضل. شرب يبقى 7.5 جنيه. مظبوط. وادي المفتاح اهو، وصلوا يا علي عزب. لا شكرا يا عم ربيع. هات سله. ما تخافش. لا سيبها. هات سله بس، هات سله. يا اخي انا قلت لك سيبها. ما تخافش انا كامل. اوه هو زعلان ليه؟ ايه المواضيع يا عم ربيع؟ الحمد لله على السلامة يا مدام. الله يسلمك يا سيدي. في واحدة جوه عاوزة حضرتك. واحدة مين؟ ده مستنيها حضرتك من قبل المغرب. أيوه هي مين يعني؟ بتقولي بنت الأستاذ جلال. جلال مين؟ جلال عناية. جوه؟ أيوه.
جميل جلال عنايت مش كده؟ هو مش جميل يا مدام، هو عظيم. امال مين اللي جميل بقى؟ حضرتك. ده كلام جلال عنايت صح بقى. ما هو الجمال مش مبرر ان جلال عنايت يفقد عظمته. عمر جلال ما تخلى عن عظمته لحظة واحدة. ولا عنك. بيتهيألك. هنفضل واقفين كده كتير مش نقعد بقى؟ أنا بقالي 5 ساعات هنا مش قادرة أقعد. ليه؟ للدرجة دي الكراسي عندنا عدائية ومتعبة قوي كده؟ بالعكس، بيت حضرتك شيك قوي قوي كمان جميلة. يا ريت توصلي الكلام ده لجلال. ما قلتليش بقى ليه فضلتي واقفة 5 ساعات؟ واقفة بدور في الصور على صورة بابا. ولقيتي؟ مدام أميرة، أنا جايلك عشان تساعديني عشان ألاقي بابا. مدام أميرة، أنا مش هقولك غير كلمة واحدة بس، أنا محتاجة لبابا. تحبي يا مي هقولك دلوقتي باباكي فين وتساعديني عشان أرجعه البيت. أنت مش محتاجة مساعدة، باباكي في بيته وأكيد بيسأل عليكي وبيدور عليكي زي ما أنت بتدوري عليه بالظبط، بحكم الأبوة والبنوة اللي بينكو واللي أنا اتحرمت منها وأنا صغر منك. وما ليه عاوزة تحرمينا مني؟ أنا أسفة يا مي، فعلا أسفة. يبقي خدي بالك من بابا. يعني أنت وبابا؟ جلال قطع علاقته بيا. عارفة ليه؟ علشان بقيت مليونيرة، بقيت صاحبة ملايين، علشان كده قلتلك تقولي لي وجهة نظرك في الفيلا. مش جلال عنايت اللي يتوه وتروحي تدوري عليه يا مي، ده راجل عارف سكته كويس قوي. مالك يا بابا؟ تعبان، حاسس اني تعبان قوي يا محمد. ما هو حضرتك طول النهار بتلف بالبرواز. لا يا ابني، الشغل بتعبش. ليه تعب الفكر وتعب البال؟ انت جوعت يا ابني وعايز تتعشى مش كده؟ انا عارف. لا اتعشى حضرتك انت يا بابا واستريح وانا داخل اوضتي. استنى بس يا حماده، ما انت كمان لازم تنام بدري. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا احمد انت كنت فين؟ انا كان ورايا مصلحه كده بقضيها. يا ابني بس ما يصحش تسيبنا انا واخوك قاعدين كده يا ابني. حضرتك عارف ان انا بتاخر ودي مش اول مره يا بابا. كنت عايزك في موضوع مهم يا احمد، وبعدين اخوك قاعد مستنيك عشان تتعشوا سوا. طيب حاضر، اغير هدومي وانا تحت امركم. يا احمد. نعم. عن اذنك انت حماده، بقولك ايه يا ابني؟ لو سمحت يا بابا قول اي حاجه الا اني ارجع الفلوس. وهنفضل كده على طول يا ابني؟ والدتك تعبانه وكاتمه في قلبها ومش عارفه تعمل ايه، ولاد عمك عباس ليل نهار بينبشوا في القرافه عشان يدوروا على الشنطه واللي فيها. طالما مش حقهم ما يدوروش عليه. وما هوش حقنا احنا كمان. لا يا بابا بقى، حقنا شارع لك فيه ثمن الدكان وبسعره الحالي وفايدته كمان، وبالفتوى من حقنا نستحله لاننا اولى بيه. اقرب ابن تيميه. يا ابني انا لا اعرف ابن تيميه ولا غيره. خلاص بقى يا بابا، طالما ما تعرفش ابن تيميه لو سمحت ما تجادلنيش تاني. يا ابني المال ده مش بتاعنا. لا بتاعنا، وانا دفعت منه 8 شقة جديدة نسكن فيها ومن بكرة. ايه؟ شقة جديدة؟ شقة جديدة فين يا ابني؟ في المهندسين. مش ماما كانت ساكنة في المهندسين وبنفس المال ده برضو؟ لا 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 لا، انا مروحش اسكن في اللي بتقول عليها دي. وبعدين انا مقدرش اسكن في حاجة وانا عارف انه حرام. بتحرموا علينا ليه؟ بتحرموا علينا وتحللوا المنعم الضوء، بتحللوا لوالدتي وللسحت عشان يسهروا بيه، عشان يبرزوا بيه ربنا بالمعاصي طول الليل، وتحرموا علينا عشان عايزين نسكن بيه ونعبد الله. ليه يا بابا؟ يا ابني انا ما قلتش كده. لا قلت، وانت مصر ان انت تحرمنا عشانهم، عشان حزب الشيطان ده. انا مش فاهم حاجه، انا مش عارف حاجه خالص، مش فاهم حاجه. خلاص بقى يا بابا، طالما مش فاهم حاجه لو سمحت ما تكلمنيش في الموضوع ده من تاني. ولعلم حضرتك انا بجهز لك الدكان وهفتح لخالي اكبر محل صاغه في البلد برضه بالفلوس دي يا ابني، وبفلوس ناس على الطريق معانا
بيحاولوا يبعدوا المسلمين عن الربا وعن فوائد البنوك، بيوظفوا اموال المسلمين حسب الشريعه الاسلاميه. اظن حضرتك بقى مش هتقول لا يا ابني. الشيخ طه ماله؟ الشيخ طه ده كمان ده افاق. لا لا يا ابني، ده هيفتح المندل. يعني ايه يا بابا هيفتح المندل؟ يعني هيشوف مين اللي خد الشنطه. صدقني يا ابني. صدقني انت بقى يا بابا، انا هريحك وهروح بكره الحسين واقف في الميدان واصرخ بعلو حسي واقول انا اللي خدت الشنطه. لا لا يا ابني ما تعملش كده يا ابني. لا ليه؟ طالما وصلت للخرافات والتخريف يا والدي. لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي وهب لنا المال ده لاننا احق بيه. ونعم بالله. طب يلا يلا بقى عشان نتعشى. كنت فين لغاية دلوقتي؟ كنت بدور على اعظم راجل في الدنيا. ايه اللي خارج بره لغاية دلوقتي يا مالك؟ ما هو يستاهل ان انا الف الكون كله وراه. الراجل يقول لا للملايين وما يتنزلش واحد في المليون، لازم الف وراه. عارفة مين ده يا ماما؟ شاعر وكاتب عظيم اسمه جلال عنايت. يا ماي ما تغيريش الموضوع، ممكن افهم متأخرة بره لغاية دلوقتي ليه؟ رحت للمدام امير قلت لها عايزة الاقي بابا، قالت لي لو رجعت البيت هتلاقيه. لو اعرف انك هتتأخري بره البيت لحد دلوقتي او انك هتروحي لها من اساسه ما كنتش خليتك تنزلي. ليه بس يا سيادة الرقيبة؟ ما احنا حليناها اهو حل سلمي، ومش انا ولا هي اللي حلته، ده بابا، وحلها كمان حل اخلاقي. يعني بابا مش ناوي يجي يا عمي؟ ده حتى مش ناوي يسمعنا خالص. طب راح فين؟ قولي يا عمي بابا راح فين. ولو قلتلك راح فين هتعملي ايه؟ هروح له هقول له ناوي تسيبنا العمر كله ليه؟ اول العمر يسيبنا ويروح عندي. اسمعيني يا زينب، من فضلك يا عمي قولي بابا راح فين. انا نفسي معرفش راح فين، اهو بيدور في الطرق، في الغفير شوية وفي الامام الشافعي شوية، وبعدين حتى لو اعرف مش هسيبك تدوري عليه. اسمعي يا زينب، انا عايزك تعقلي وبلاش شغل العيال ده. زينب. نعم. فكري في مذاكرتك يا زينب، وقضية والدك انا المسؤول عنها، ولما اغلب يا ستي هبقولك روحي دوري عليه. يلا انت دلوقتي روحي البسي عشان تروحي المدرسة. حاضر حاضر يا عمي. سيدة. نعم يا أستاذ يوسف. أنا مش عايزك تستني منها. ليه كفل الشر؟ هو جراله إيه؟ أنا بكلمك علشان تعملي حسابك وتاخدي بالك من زينب. منعم خلاص ما بقاش فيه في دماغه حاجة غير إنه يلاقي الشنطة، وحيقعد العمر كله يدور عليها لحد ما يلاقي الفلوس وياخدها لنفسه تاني. يعني هو دفنها ومرضاش يقول ولا نسيها؟ هو نفسه ما بقاش فاكر. يا خرابي، منها متهبل؟ بقى عايش في عالم تاني، كل همه انه ينبش الدنيا كلها عشان يصدق انه له مال وانه دفنه. طب واعمل ايه بس يا استاذ يوسف؟ تاخدي بالك من زينب زي ما قلتلك لحد ما ربنا يعدلها. أنا شخصيا مش هقدر أعمل أي حاجة لحد ما خالك يرجع من الحج وأشور عليه. دي آخرتها يا منعم، آخرتها عقلك يشت. أدي آخرة فلوس بنت فراويلة. يوسف. أهلا أهلا. ازيك يا دكتور رافع؟ الدكتور دي لسه بدري عليها شويه، وبعدين ده انت دلوقتي موظف اكتر مني، والظاهر بقى هناخدها كلنا مع بعض زي ما قالت فريال. لا وده بقى يبقى مش من حقنا. لا ده حقكم من زمان يا يوسف، بس الواجب الوطني هو اللي اخركم شويه. على اي حال يا رافت انا بعتبر اللي حصل لي شهاده دكتوراه خاصه بيه. لا دي خاصه بيك قوي، وصعب ان حد يحصل عليها كمان.
متشكر جدا يا رافت. طبعا هتقبلوا دعوتنا وتيجوا تزفونا انا ونهلة. ايه ده؟ زفاف كده على طول؟ طب نعمل ايه؟ ما دام انت وفريال مش عايزين تعملوها. دي الجامعة كلها كانت متوقعة ان انتوا تتجوزوا من السنة اللي فاتت. يعني مش دايما كل التوقعات بتبقى في محلها يا رافت. بس ده كتير كده. ما تخلصونا بقى. عموما جايز لما تشوفونا انا ونهلة عرسان تعملوه؟ جايز. مش هدور على فريال عشان اقول لها، اكيد هتعزمها بالنيابه عننا. الف مبروك يا رافت. عقبالكم. بقول لك يا ابو حجاج، نسيت اقول لك ان كتب الكتاب هيكون عندكم في البيت الكبير في شقه الدكتور ايمان. اكيد قال لي الوريث. ماشي يا سيدي، معزومين عندكم. ده انتوا تشرفونا يا رافت، ده واجب على خان يوسف كله. مش هقدر اروح معاك يا يوسف. ايه ناويه تروحي لوحدك؟ لا ناويه ما اروحش خالص. مشغوله قوي، بخلص كام حاجه لازم انتهي منها الاسبوع ده. بس كده شكلنا هيبقى مش مناسب ابدا يا فريال. بلاش نضحك على بعض يا يوسف. نضحك على بعض ازاي؟ مش ممكن هروح الفرح ونمسك ايدين بعض ونرسم البسمه على شفايفنا ونلون وشوشنا بلون السعاده واحنا اتعز اتنين على وشك؟ ليه يا فندم؟ انت عارف ليه؟ ارجوك ما تتجاهلش المسافه اللي بينا ولا الشرخ اللي حصل. أنا عارف إن في شرخ حصل، بس أنا قلت لك يا فريال إننا ممكن نتخطاه. حاولت من يوم ما تواجهنا وأنا بحاول أتخطاه لكن ما قدرتش. أنا هساعدك يا فريال. أنا هقولها لك ولازم تصدقني. أنت محتاج إنسانة جديدة خالص. أنا محتاج فريال فراويلة اللي أنا أعرفها. يوسف أنا قلتها قبل كده لرأفت، إن الإنسان اللي حبها وعرفها وخطبها وإنت غايب مش هي فريال فراويلة. ومع الأسف هقولها لك دلوقتي، الإنسان اللي قدامك يا يوسف، الإنسان اللي اتدمرت مش هي فريال فراويلة اللي إنت حبيتها واللي كانت جواك في خان يوسف. سامحني يا يوسف، تحت أي مسمى سامحني واعذرني. وعلى الصداق المسمى بيننا، وعلى الصداق المسمى بيننا، وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. قل لي يا دكتور، خذها بارك الله لك فيها. خذها بارك الله لك فيها. قول يا أستاذ رافت، وأنا قبلت زواجها. وأنا قبلت زواجها. مبروك، ألف مبروك. مبروك يا رافت. مبروك. ألف مبروك رافت. شكرا. مبروك يا رافت. مبروك يا دكتور. مبروك لينا كلنا. الله يبارك فيك. تفضل. مبروك يا استاذ. شكرا. مبروك. 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 الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل. وستمحو يا نهر الاردن اثار القدم الهمجيه الغضب الصادع. البيت لنا والقدس لنا وبأيدي
ألف مبروك. مبروك. جديد جوازك يا ستي، مبروك وشكرا قوي يا مي. على ايه؟ كنت تستني اكتر من كده. للقدس سلام، للقدس سلام. مبروك، الف مبروك. مبروك يا عروس، ألف مبروك يا حبيبتي. مبروك يا قمر. وقتنا دلوقتي، هنعملها لهم مفاجأة. صبرا صبرا يا أهل الخان. تحية للعريس، تحية للعروسة، تحية للعريس الدكتور رأفت، تحية للعروسة الآنسة نهلة، تحية للعروسين. اديني يا بهبع. استاذ جلال، سيادتك مين يا فندم؟ طلعت. طلعت مين يا فندم؟ قول له طلعت وبس. ايه؟ ايه؟ مش عايز تبلغه ليه؟ عمان لو حضرتك مش قادر انا هدخل لوحدي واخليك انت مرتاح. من فضلك من فضلك طلعت بيه. اتفضل استريح، انا هبلغه بنفسي وهقول له طلعت وبس. طلعت ايه؟ ما قالكش غير طلعت وبس ولا ايه؟ اه طلعت وبس يا جلبي. كفايه. قافل الباب ولا خليه مفتوح عشان السكرتير يسيبنا لوحدنا؟ سيبني لوحدنا. تحت امرك يا استاذ. نتعرف بقى. ممكن اعرف اسم حضرتك طلعت ايه؟ اقدر اعرف اسم حضرتك بالكامل؟ بالمناسبة انا ما عنديش مانع اقول لك طلعت ايه، لكن خليها طلعت وبس. اخاف. هتسمح لي اقعد مش كده؟ انا ما سمحتلكش انك انت تيجي ولا تدخل ولا تقابلني اساسا عشان اسمح لك انك تقعد. لا، ما انت قلبك كبير وصدرك واسع قوي وهتسمح لنا بحاجات كتير، منها اننا نشرب القهوه مع بعض علشان ندردش في المفيد. ما تطلب القهوه يا جلال بيه؟ انا هطلب لك اي حاجه الا اني اطلب لك قهوه. يبقى هتطلب العشاء. كويس قوي، عشان يبقى عيش وملح. انا هطلب لك البوليس إذا ما قلتليش أنت مين وعايز إيه؟ أنا مين؟ قلت لك أنا طلعت. عاوز إيه؟ هو ده المفيد. شوف يا جلال بيه،
الموضوع ده تنساه برمته وتسك عليه، والمفتاح تسيبهولي انا بس اللي افتح عليه لو احتاج له. اسم السحت ما يجيش على سن قلمك، جاب منين اغتنى ازاي ده مش شغلك. واللي انت عايزه بقى ده شغلي انا. خلاص ماشي يا جلال باشا، نشرب القهوة. برا. ايه؟ بقول لك امشي اطلع برا. الله 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 يا استاذ، ما تخلينا جوه بدل الفضايا. امشي برا والا هكسرك هنا. هتقدر وهتتعب كتير قوي يا استاذ. اسمع ما اقول لك، الاسلوب ده انا شبعت منه من زمان، مش هسمح لزوار الفجر يزورونا من تاني. امشي اطلع برا. حاضر بالعناية، بس صدقني انا عمري ما طلعت برا، انا فيها على طول. احنا دلوقتي في عصر الحريات، اسلوب البلطجه ومراكز القوه ده خلاص ما عادش ينفع. الصحافه بقت سلطه رابعه. امشي اطلع برا برا برا. شغل زوار الفجر ده ما عادش ينفع في النور، والا نبعت عميله. اطلب لي وزير الداخليه. انت مين وعايز ايه؟ لازم يقول لي. احنا رجعنا لعصر المعتقلات تاني ولا ايه؟ خلاص يا استاذ مفيش داعي، انا ماشي. امشي من هنا وما تحطش رجلك هنا تاني، سامعني؟ حاضر، بس خليك فاكر انت اللي بعظمة لسانك قلت لي برا، وانا اتحيلت عليك كتير عشان نستنى جوه من الفضايح ما خلصكش. انا ماشي. روح قول اللي بعتك الكلام ده ما عادش ينفع. الكلام ده كان زمان من 17 سنة، احنا دلوقتي سنة 77، نوفمبر 77. الكلام ده ما عادش ينفع تاني. ايه ده يا فريال؟ افتحها وانت تعرف. دي شبكتك؟ دي شبكة يوسف، يا ريت توصلها له. انا؟ علشان خاطري، انا مش قادرة اتعامل مع حد غيرك هنا. طب ايه بس؟ مش عارف. أنا كان المفروض أرجع لك الذهب بتاعك اللي أنت اديتهولي ومشكيتي على رأفت. ليه كده يا فريال؟ ليه عايزة تحسسيني ما نفعش طبلة ولا طار؟ ليه عايزة تخلصي عليا؟ ليه عرق الحنية اتقطع مرة واحدة؟ ليه؟ لو اتقطع اللي بيني وما بين الكل
اللي بيني وبينك مش ممكن يتقطع. ولعلمك بقى، أنا لولا فلوسك ما كنتش عرفت أسافر. أنا بعت ذهبك وجبت التذاكر وعملت كل الإجراءات، ولسه متبقي معايا فلوس. لسه زعلان بقى؟ لا خلاص، أنا إن كنت زعلانة يا حبيبتي فزعلانة عشان أنت سايبانا ومسافرة. سامحني يا فهمي. بص، متقولش لا، ده تنازل مني بنصيبي في الفيلا. لمين؟ ليك أنت يا فهمي. أقول يا فريال، إذا كنت أنا أساساً بعت نصيبي في الفيلا علشان تجهزني بيه. حبيبتي انتي اختي الصغيره وانت اخويا الكبير، ومش هستأمن حد غيرك. ولو انا رجعت تاني هنبقى نتكلم مع بعض. خد بالك، انا عملك تنازل عن نصيبي في البيت الكبير وعن كل حاجه تخصني. امسك امسك عشان اوريك حاجه غاليه عليك قوي. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا استاذ فهمي؟ ازيك يا استاذ يوسف؟ اتفضل. معلش عشان مستعجل. ايه يعني هنقف بره كده؟ لا انا بس كنت جاي اوصل لك الامانه دي. امانه ايه؟ دي امانه بعتها لك فريال قبل ما تسافر. تسافر ان شاء الله بالاذن يا استاذ يوسف. أسلم عليكي بقى. خلاص يا فريال، أنا زعلانة قوي عشان أنت مسافرة. سامحيني يا حبيبتي، قلبي مسامحك يا ضنايا. بقول لك إيه، خلي بالك من نفسك. حاضر يا ماما حاضر، بس انت دعيلي. حاضر يا دنايا حاضر. ربنا يكتب لك في كل خطوه سلامه. ماما يا حبيبتي يا بنتي، يا حبيبتي يا بنتي، يا حبيبتي يا بنتي، يا حبيبتي يا حبيبتي. وحشيني قوي. وانت كمان يا دنايا. فريال فريال، ربنا يكفيك شرخة طويل يا دنايا. هتبقى تكلميني في التليفون مش كده؟ حاضر حاضر يا ماما حاضر. كل يوم خميس بعد صلاة المغرب اتصل بي. خلي بالك من نفسك وكلي كويس. حاضر يا ست الكل، بس خلي بالك انت من صحتك. حاضر يا دنايا. ألف سلامة حبيبتي.
خلي بالك من نفسك يا فريال. تعالي يا حبيبتي سلمي على اخواتك. مش معقول يا فريال هتسافر وانت زعلانه منهم ولا مخصماهم؟ من عارف يا ضنايا اترى الوجوه هتتقابل ولا لا؟ انا ماشيه اهو يا فوزيه، ماشيه من غير ما اخد حاجه، من غير ما اخد اي حاجه من هنا. اخدتش معايا غير شهادتي اللي خدتها من الجامعه بالمجان على حساب الدوله. فلوس ابويا ما خدتش منها حاجه، اخدتش منها غير العذاب، عذاب العمر كله يا فوزيه. يعني مش عايزه تسلمي عليا يا فريال؟ مع السلامة حبيبتي. مع السلامة فريال. أشوف وشك بخير يا فوزية. يجعلك في كل خطوة سلامة يا أختي. خلي بالك من نفسك يا فريال. إيه؟ مش هتخليني أوصلك المطار؟ أرجوك لأ. مش عايزة أمشي من هنا وأنا تعبانة. مش هسيبك تسافر لوحدك فريد. لا، سفري مش من هنا للمطار. سيبوني اعيش غربتي لوحدي. انا عايزه غربتي تبتدي من هنا، من على باب الفيلا. بس انا بقى مش هسيبك تروحي المطار لوحدك يا فريد. فاهمي علشان خاطري سيبني. هو احنا مش منا اتفاق؟ وقلتي ما دام عملتيني كبيرك يبقى تسمعي كلامي. أرجوك يا فريال ما تظلمينيش قوي كده. طب لعلمك ده أنا موقف التاكسي تحت البيت الكبير من صباحية ربنا، وجيت دلوقتي وجيت جاي عشان ألحق أوصلك. مش جايز هنشوفش بعض تاني يا فريال؟ مش جايز ترجع ما تلاقينيش؟ هات يا حبيبتي. فريد. نعم يا ماما. فوزية. نعم يا ماما. بقول لكم يا ولاد، انا هحملكم امانه وربنا هو اللي شاهد ووكيل. اي قرش من فلوس ابوكم اعملوا حساب فريال اختكم فيه، وربنا هو اللي شاهد. حاضر يا ماما. حاضر يا ماما. فريد. نعم. فهم اخوك له زيك تمام. حاضر حاضر. فوزية اسمع الكلام، دي اختك فوزية. يا ريتها ترجع يا ماما وتاخد اللي يكفيها. لا يا حبيبتي، حوشي لها كل مليم من نصيبها، بس بما يرضي الله. بما يرضي الله يا فوزية. تعالي يا امه، تعالي ارتاحي يا امه، تعالي تعالي ارتاحي. انا مش هرتاح ولا يهنني بال الا اذا عملت اللي انا قلت لكم عليه. فوزية فريال، فريال، فريال يوسف، فريد،
فريال فين يا فريد؟ اوعى تقول لي انها سافرت. جيت متاخر يا ريس. متاخر ايه يا اخي؟ ده انا كملت هدومي على السلم. برضه جيت متاخر. لا مش متاخر. مش متاخر قوي. انت مش معاك عربيه؟ ليه؟ هتروح لها المطار؟ هروح لها وهرجعها في ايدي ومش هسيبها تسافر. ايوه فريد، انا لازم ارجع فريال. يلا. مع ألف سلامة فريال. مع ألف سلامة يا أختي. مع السلامة يا فهمي. مع السلامة. فريال! فريال! رايحة فين يا فريال؟ ما بترديش ليه؟ جاي تقولي مع السلامة؟ لا، أنا جاي أقولك ارجع يا فريال. ما توقفيش كده، أنت في ناحية وأنا في ناحية. هي دي الحقيقة. في حقيقة أهم من كده بكتير. أنت ممكن ترجعي، ممكن تجيلي، أنا مش ممكن أروحلك. يعني أنت جاي دلوقتي علشان أخدك وأرجع؟ صعب. والسهل انك تسيبينا كده وتمشي؟ السهل انك تنهي العمر ده كله بانك تهربي؟ كل حاجة هنا بتقولي هربي، وانت اول اللي قالوها لي. انا؟ وانت اول انسان ههرب منه يا يوسف. مش هقدر اعيش معاك. كل ما هبصلك هفتكر ان فلوس بابا هي فلوس بابا دي فرقت بينا مرة من 8 سنين. مش عايزينها تلعب معانا نفس الدور يا فريال. فريال اسمعي يا فريال، انا جايلك جري لان عندي امل. انا لسه متمسك بالمستقبل يا فريال. الزمن اللي جاي بتاعنا احنا، في ايدينا. انما الزمن اللي راح ده ممكن ننساه. علمتني اني ما انساش. قلتلي قبل كده انك مش هتقدر تنسى عمرك، وانا كمان مش هقدر انسى اسمي. الحاجة اللي المفروض ننساها يا يوسف اننا كنا في يوم من الايام اكتر اتنين كانوا بيحبوا بعض. ودلوقتي يا فريال بتكرهيني؟ انا بكره حاجة واحدة بس، اليوم اللي بابا اغتنى فيه. انا بعتلك الشبكة، بس انا اسفه اني ما بعتلكش الدبله. لو سمحتلي بيها اكون شاكره جدا. اشوف وشك بخير يا يوسف. مش قلتلك الوقت فات يا وريس؟ فات من زمان قوي يا فريد. وحنقف نعمل ايه؟ وحنمشي نعمل ايه؟ هنمشي عشان لازم نمشي. عندك حق، حتى لو كل واحد فينا مشي في اتجاه برضه لازم نمشي.
حالنا إذا بعنا فطرتنا البريئة الرقيقة، إزاي نبص لروحنا جوا مراياتنا إذا إحنا عشنا هربانين من الحقيقة؟ الماء تجيب الريح وتاخد الهواي، أما البنو اليوم الحساب بيفوتونا، مال إيه ده لو كان مال قارون كله زاي، ولا غير عمايل الخير ياهو هنجدونا. قالوا زمان دنيا دنيا ضرورة، وقلنا واللي تضره يخسر مصيره، قالوا الشيطان قادر ولد ألف صورة، قلنا ما يقدر علي خيره لغيره. إذا كانش بكرة يرضينا، وإزاي ننام من غير ما نحلم ببكرة، وبكرة ده منين يجي إلا بإيدينا؟ قالوا زمان دنيا دنيا ضرورة، وقلنا واللي تضره يخسر مصيره، قالوا الشيطان قادر صورة، قلنا ما يقدر علي خيره لغيره.